اهلا بحضراتكم مره تانية. مستر ايمانويل، فجاه المدير الفني اللي نجح في الفوز ببطولتين مع الزمالك واللي عامل اداء جيد وعلى بعد خطوه من التاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا وانجاز تاريخي قد يتم، بيرحل عن الزمالك بعد فسخ التعاقد. ازاي شفت رحيل كارتيرون عن تدريب الزمالك فريقك؟ أعتقد أنها كانت مفاجأة للجميع. مشجعو الزمالك لم يفهموا في الواقع لماذا غادر أو رحل كارتيرون. إنه مدير فني الذي جاء بالاستقرار إلى هذا الفريق. لقد تمكن من تحقيق كثير من الأشياء مع النادي. أن يرحل قبل هذه المباراة المهمة أمر مدهش، وهذا تصرف غير احترافي وليس جيدا طبعا، وليس في صالح الزمالك، ولكنه قرار المدير الفني وهو وحده يعرف السبب. لا أعتقد أنه يعني رأي احترافي أن يفعل ذلك. طيب، بالكلام عن الاحترافية، وهسأل برضو أستاذ عباس على النقطة دي، البعض بيقول أنت شرط جزائي وضعته ما بين المدرب والنادي ودفعه المدرب ورحل، لماذا تصفها بعدم الاحترافية؟ مش أمر طبيعي تعاقد وعمل التعاقد فمشي؟ أحيانا ليست مجرد الشرط الجزائي، من المهم أيضا أن تراعي شعور الناس، من المهم أن تفهم كيف يشعر الناس. أعتقد أنه مدرب حين جاء لتدريب الزمالك، فإن مشجع الزمالك والنادي أعطوه هذه الثقة، أعطوه ثقتهم، وكان عليه أن يعيد عليهم هذه الثقة. وإذا أراد أن يغادر أو يرحل كان من الممكن أن يؤجل ذلك إلى ما بعد البطولة الأفريقية وليس قبل مباراتين هامتين في قبل النهائي. وطبعا نأمل أن يصل الزمالك إلى النهائي، ولكن بالطبع الكابتن هاني الزمالك فريق كبير، ونحن وهذا ما جعل الزمالك مختلفا عن باقي الأندية، فهم وضعوا في مواقف كثيرة ويعرفون كيف يلعبون المباراة قبل النهائي القادمة وكيف يديرون المباراة، لأنه ستكون مباراة مختلفة. فالرجاء أيضا فريق قوي، وصولهم إلى هذه المرحلة معناها أنهم فريق قوي. لابد أن ننظر إلى ذلك، لابد أن ننظر إلى إدارة المباراة من الناحية التكتيكية بشكل فردي وكذلك بشكل جماعي. حين لا تكون معنا الكرة وحين نفقد الكرة، وكيف يمكننا أن ندير المباراة من أجل تحقيق هدفنا حتى نصل إلى النهائي وأن تكون لدينا فرصة الفوز بالكأس. وأعتقد أن الزمالك يستحقونه، والمشجعون يستحقونه، وفي الواقع لتعطي كل شيء حقا ان فريق الزمالك فريق قوي جدا. رايت الفريق لديه لاعبون اقوياء، وامل ان ارى الزمالك وهو يفوز بهذه البطوله حتى يستعيد السعاده. لقد مر وقت طويل على الزمالك ولم يفز بهذه البطوله، فنامل ان يفوز بهذه المره. هكمل كلام مع مستر ايمانويل على ما هو قادم، لكن عايز اسالك على نقطه الاحترافيه ونقطه كسر العقد بالشرط الجزائي والتوقيت بتاعه اللي عمله كارتيرون. وانا عرفت ان حضرتك اللي بلغت ايمانويل او صدمته بالخبر اللي صدم الكل الحقيقه، فازاي شفت الخبر وازاي شفت تعامل كارتيرون مع الموقف وتعامل اداره الزمالك معاه؟ لا، هو بص، هو الناس مفهومه غلط، وحتى المدربين مفهومهم غلط عن الشرط الجزائي. الشرط الجزائي ده له شروط. انا عشان ابقى في شرط جزائي في عقدي وافسخ العقد، لابد ان اني ادي مساحه من الزمن بابلاغ النادي برغبتي في ان انا اترك الفريق على الاقل اسبوعين ثلاثه على الاقل. مش هاجي قبلها بيوم اقول انا عندي شرط جزائي فامشي. فهنا يبان الفرق بين احترام الشرط الجزائي للطرفين او الغدر. فالنهارده شكل كارتيرون كان ماشي بشكل مسيء جدا لنفسه اولا، والجمهور نادي الزمالك، لانه انا ماشي النهارده بكره بعد يوم الاثنين. لا، الشرط الجزائي ده مش المفروض بيتطبق كمان. لو الزمالك عايز يعاقبه كان هيعاقبه بشكل اشد بتعويض، وليس بقيمه الشرط الجزائي، لانه مفوت عليه يعني فرصه. الزمالك عايز ممكن من حقه يقاضي كارتيرون قانونا طبق لوائح الفيفا؟ طبعا. ازاي؟ لانه النهارده فوت عليه
انه حق الاختيار او مهله محدده ثانيه لاختيار مدرب حتى لو مفيش في العقد ما يقول حتى لا 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 الشرط التعويضي ملوش دعوه بالعقد تمام ده بيقاس بالفعل الاثناء الفعل اللي حدث في التعاقد تمام انا النهارده باجي اقول لك شرط الجزاء عايز امشي لازم ادي فرصه ان انا ادي للطرف الاخر انه يعوض او يختار مدرب تاني أيوه. يحل محله لكن انا امشي فجاه بدون اختاره بيوم ولا اتنين ما ينفعش هنا اضرني ضرر نفسي ومعنوي ومادي ان حتى ما عنديش حق الاختيار زي اللي بيقتل واحد بالسم ومش بالسكينه يعني بالسكينه انا شايفك لكن النهارده بقول جايب بالسم ما تعرفش فانت ما اديتش لنفسك ما اديتش لنفسك حق انك تدافع عن نفسك فالزمالك ما يحبش يختار حتى يديله فرصه اختيار مدرب اخر فهو لو عايز يشتكي من فيفا لا هياخد منه تعويض طيب مستر ايمانويل تقريبا اقل من شهر على مواجهتي الرجاء وهو فريق كما ذكرت فريق كبير يعني هل المدرب اللي جاي وهو لم يعلن حتى الآن وفي مرحلة تفاوض مع مدربين قادر في خلال فترة أقل من شهر أنه يحفظ اللاعبين ويحفظهم طريقته ويقودهم لانتصارات وتتويج باللقب؟ تحدث عن المدرب الجديد المدير الفني الجديد للزمالك نعم هذا طبعا امر ممكن وكله يتوقف على الخطه هذه المباراه مختلفه وكل فرصه مختلفه المرحله ايضا مختلفه هذه المرحله هي مرحله قبل النهائي فلابد فخطتك ان تصل الى النهائي وان تفوز بالبطوله هذا يعتمد على موقف اللاعبين وعلى الخطه وعلى وجهه النظر الاستراتيجيه تتوقف ايضا على حالة اللاعبين الذهنية وعلى كذلك تحفيز اللاعبين اعتقد انه من الممكن قلت من قبل انه ما فعله المدرب امر غير احترافي ولكن بالطبع لابد ان تركز الآن على ما تريده وان تصل الى النهائي وان تصل تفوز بالكأس لان الزمالك لم يفز بهذه البطولة وبهذه الكأس منذ وقت طويل ومن المهم جدا ان تصل الى النهائي لذا علينا ان نركز تفكير على كيفية ملاعبة الرجاء في كازابلانكا والوصول والخروج بنتيجة جيدة وأن نصل في القاهرة نصل بنتيجة إيجابية وفي هذه الحالة نحن في النهاية ولدينا الأمل في الفوز بالكأس طيب هل في مواصفات معينة لازم تكون موجودة في المدرب اللي جاي بالنظر لضيق الفترة ولا أي مدرب يكون جيد في الفترة دي؟ أولا أعتقد أن المدرب في هذا الموقف عليه أن يكون أن تكون أمينا مع نفسك في الخطة لابد أن ينظر إلى اللاعبين المتاحين لابد أيضا أن تنظر إلى المنافسين وأن تعترف بأن هناك أخطاء فلابد أن تنظر إلى في هذه الأشياء من وجهة النظر الجماعية وكذلك من وجهة النظر الفردية وبعد ذلك تكون في موقف لتصحيح هذه الأخطاء قبل أن قبل المباراة الأولى حين تلعب ضد مازيمبي أمر مختلف عن اللعب مع فريق عربي هناك بعض الاختلافات فلابد أن نركز على اللاعبين وعلى المسؤولية وتعرف متى تفقد تفقد الكرة لابد أن تستغل الفرصة أن تستغل هذه الفرص أن تدافع بشكل جيد كابتن هاني knowing how to play with the ball تعرف كيف تلعب بالكرة وكيف تلعب ايضا دون الكرة يمكنك ان تدير بدون اللعب بدون الكرة ايضا امر مهم جدا ان تدير كيف تضغط ومتى تضغط ومن تضغط عليه حين تلعب تعرف كل ذلك وتكون لديك هذه المعلومات يصبح اسهل عليك ان تذهب الى المباراه وان تلعب بشكل جماعي وان تفوز نفس السؤال لكن بناحيه تعاقديه استاذ عباس في بحث الزمالك عن مدير فني حاليا المفروض يفكر ازاي؟ يفكر في مدرب طويل الامد ولا يفكر في مدرب مده شهرين لنهايه الموسم المحلي والافريقي؟ وازاي يدور؟ الطريقه اللي يدور بها على مدرب يكون ليه خبرات افريقيه او خبرات محليه ولا اي مدرب جيد ومعروف اسمه عالميا حتى وان لم يدرب في مصر او في افريقيا؟
لا لا، في الظروف الحاليه طبعا ما ينفعش يكون مدرب لسه له تجربه بمصر جديده. لازم يكون عنده خبره او فكره عن الكره، الدوري المصري، عن الزمالك فرقته، عن الخبره الافريقيه اللي لعب في افريقيا، فاهم المنتاليتي والعقليه بتاعه الفرق الثانيه طرق لعبهم. لا، لازم يكون عنده خبره كفايه انه وحديثه يعني ما هياش قديمه. يقدر يمارس، لانه انت عندك مباريات، 6 مباريات فاضله زائد افريقيا. اللي هو يقدر مجهود هيبان في 6 مباريات، مش ماتش ولا 2، 6 مباريات دول هيبان شغله، هيبان مجهوده. فبالتالي هيبقى محتاج انه يكون فرقه جديده للموسم الجديد. ده مهم قوي. طب شفنا اسماء كتيره وطرحنا اسماء كتيره اداره الزمالك بتفاوضها او بتتكلم عليها او معروضه على اداره الزمالك، ما حصلش مثلا اي تفاوض مع ايمانويل امونيكي باعتباره لاعب سابق وباعتباره مدرب درب في مصر فتره قصيره غير مكتمله ولكنه ما زال في مصر؟ الحقيقه انا يمكن هو ما يعرفش ان انا رشحته للزمالك كمان، وكلمت بقى فعلا، وبعد كلمت مع حد من اعضاء مجلس الاداره، وبعت رساله للاستاذ مشتاق مرتضى. رساله انا بوجهها كمحب لنادي الزمالك وغيور شويه قوي عليه، لان نادي الزمالك الفتره دي ما تقدرش تقول في لاعب وحش. الاساسيين والاحتياط كلهم زي بعض. لكن ياسر مدرب ايماني بمانويل انه قبل نادي الزمالك كلاعب، وان الزمالك كان سبب في نجوميته العالميه. برضه كنت غيور او حريص ان هو ليه ما يكونش الزمالك هو سبب في نجوميته كمان، ووقوفه في المنطقه العربيه بشكل قوي كمدرب. تمام. اوريدي هو عمل انجازات صعبه جدا بحصوله على كاس عالم 2015 تحت 17 سنه مع منتخب نيجيريا. منتخب نيجيريا جاب لعيبه من الشارع، ما كانش في لعب ولا نادي. حصل وانا كنت معاه في تنزانيا لاول مره من 40 سنه تاهلوا كاس الامم. هو مدرب شاطر جدا، زائد ان هو في الفيفا عضو في اللجنه الفنيه في الفيفا. ايوه. فالنهارده الفيفا بتعتمد عليه. انت ابن الزمالك. فانا بعت رساله ليهم قلت لهم ارجوكم، انا كمحب نادي الزمالك. ما بتكلمش على الامور الماديه. تمام. بتكلم عن ابن نادي الزمالك هو يساعد نادي الزمالك. هل في اي رد وصل لك؟ انا متوقع رد في خلال اليومين دول. متوقع رد كويس. وانا بوجه كمان يعني رساله ثانيه للاستاذ بشار. يعني ارجو تكون انت سبب في قوه الزمالك مع ايمان والابن نادي الزمالك. مش واحد غريب. يبقى نجم برضه في التدريب على واعتقد ان هو هيبقى مسجل معاهم جدا. طيب أتمنى. مستر ايمانويل، مستر عباس بيقول لي انه انت حاجه ما تعرفهاش ان هو رشحك لاداره الزمالك، وشايف ان هي ممكن تكون منفعه للطرفين بالنظر لعلاقتكم كلاعب ونادي، وعلاقتك دلوقتي ممكن تكون على المستوى المقبل كمدير فني. تتمناها او شايف ان هي ممكن تتحقق، او شايف انك ممكن تحقق لجمهور الزمالك الحلم الغائب من 2002 لو توليت المسؤوليه؟ Well, Captain, يعني who knows me as a player, I'm a winner. من يعرفني كلاعب؟ حين جئت الى هنا جئت شابا صغيرا وتمكنت من ان يعني افرش طريق مستقبلا لي، والان انا مدير فني وانا جاد جدا في عملي. الزمالك هو نادي، وان تكون لدي فرصه ان ادرب الزمالك هي طبعا حلم لي وفرصه اتمناها. لقد لعبت مع فريقين في افريقيا، الفريق الذي جاء به الى الزمالك لوس فيجا، وهو فريق العادي، والزمالك هو الفريق الذي اتحدث اليه. حين تذهب الى نيجيريا يتحدثون عن ايمانويل ويقولون ان ايمانويل لاعب الزمالك، فاني اترك الزمالك واعيش هنا واذكر الزمالك. بالنسبه لي اذا توفرت لي الزمالك ان ادرب الزمالك ستكون طبعا ميزه كبيره لي. واعتقد اعرف عقليه البيت، اعرف كيف يدار هذا البيت، وكذلك انا قريب ايضا من المشاركين. لا احاول ان اثني على نفسي او اشكر في نفسي، ولكن اذا اتيحت لي هذه الفرصه اعتقد انني اضيف شيئا للفريق. طب دعني اطرح عليك اسئله باعتبارك مثلا بشكل تخيلي مدرب الزمالك المقبل. ايه اهم نقاط الضعف ونقاط القوه في الفريق باعتبارك متابع للفريق من واقع وجودك في مصر؟ وايه اهم حاجه هتشتغل عليها في خلال فتره شهر هي الفتره المهمه قبل دوري ابطال افريقيا نصف النهائي؟
تحدث أولا عن الزمالك. أعتقد أن الزمالك علينا أن نكون أمناء فيما نقول. لديهم فريق قوي ولاعبون جيدون وأقوياء، وتعلم أن في كرة القدم ليست مجرد أنك فريق قوي خلاص، لكن هناك أيضا عوامل أخرى لابد أن تديرها. هناك عوامل مثل اللاعبون لابد أن يتكيفوا أن يتعايشوا. على سبيل المثال أعطيكم مثالا، الزمالك على سبيل المثال لديهم خط وسط قوي جدا وكذلك خط هجوم قوي جدا، ولكن لابد ان نفكر فيما وراء ذلك. علينا ان نلعب بدون ان نتعلم كيف نلعب بدون الكره. احيانا تقابل منافسا يخليك عايز تلعب، فلابد ان تتعلم كيف دون الكره وتتعلم كيف تلعب بدون الكره. وبهذه الطريقه يمكنك ان تدير المباراه وانت تفوز. مثلا الترجي في السوبر، الزمالك لعب بشكل جيد جدا في هذه المباراه لانهم اداروا المباراه بانفسهم ولم يسمحوا للترجي بان يلعب، وحين كانت لديهم فرصه سجلوا. هذه هي الدروس. انها مساله انك لابد ان تقنع اللاعبين حين تاتي لهم بافكار، لا تفرضها عليهم، لكن لابد ان تفتح معهم حوارا وان تقنعهم وان ترى وان تقنعهم، وهذا يستغرق وقتا. إذا كان اللاعبون عندهم الإرادة وعندهم الأمل وعندهم التفاؤل يستطيعون أن يفوزوا الزمالك فريقا، ولكن لابد أن نفكر فيما وراء ذلك. لابد أن نفكر في الغد، سنلعب أمام مباراة فريق قوي، وإذا ما نفعل ما هو صح، إذا لم ندافع بشكل جيد، وإذا لم نستغل الفرص التي تتاح لنا فلن نفوز. حين تكون اللاعبين كل هذه الأفكار وتذهب إلى ذلك ليس بمجرد بالكلام ولكن بالممارسة بالمقدمات وبالتدريج، سيبدأ اللاعبون في أن يروا هذه هي الطريقة التي لابد أن نلعب بها. أقول لك لابد أن تأتي بخطة. طبعا اللعب بخطة برضو، لدينا خطط ونريد أن نفوز، ولكن لابد أن يكون هناك خطط ولابد أن تكون لدينا أفكار واضحة لدى اللاعبين. كان في تجارب لمستر إيمانويل أمونيكي، تجربة غير مكتملة مع مصر المقصة، وقبلها تجربة مع تنزانيا بإمكانيات ضعيفة، وبالتالي ما أظهرتش ممكن بالنسبة لنا كمتابعين إمكانيات إيمانويل أمونيكي. لكن عندنا سي في زي الفوز بالمونديال مع منتخب نيجيريا تحت 17 سنة، وبالتالي ممكن أسأله على الطريقة اللي بيحب يلعبها، أو لو قاد الزمالك هيلعب بطريقة عاملة إزاي. لكن ده سؤالي لحضرتك بعد ما أسألك أستاذ عباس على موقف مستر إيمانويل من المقصة بعد تجربة ما استمرتش أكتر من شهر، بعدها تحولت إلى منصب آخر لم يكتمل هو الآخر قبل ما الموضوع يتحول إلى الفيفا. ممكن تحكي لي كيف بدأت القصة، وهل انتهت زي ما قال من شوية مسؤولو المقصة؟ أولا مش عايز أسميها تجربة لأنها أساسا ما بدأتش. هي تجربة دي من أنا جربت أشتغل، فحصل إن أنا في حالة حصلت. الراجل جه استلم الفرقة، لعب ماتش اتعادل مع أول مباراة ليه، بعدها بثلاث أيام لعب ماتش كاس خسره، الدوري وقف عشان الفتره ما بين الدورين. فكان عنده الفتره الكافيه انه يعمل اعداد، وهو فعلا بدا في الفتره دي يعمل يعني يجهز. ولو سالته محمد ابراهيم هيقول لك ان هو كان السبب في انه اعاد مستواه وعاد ثقه نفسه تاني. ارجو انه تسالوه السؤال ده هيقول لك رده. اللعيبه كتير بيرجع بشغله هو. لكن احنا فوجئنا، احنا حصل فينا موقف لا يمكن في كل في اي حاله من الاحوال تستنبط او تستنتج رد ايه اللي حصل. رجعت انا كنت في تنزانيا مع احد برضه اعضاء مجلس الاداره، ورجعت لقيته بيقول لي احنا معلش احنا عايزينه عشان خايفين ومش خايفين رد مش طبيعي ومش منطقي، وفي ظلم وفي عدم تقدير هذا الرجل. يعني نادر ما اجيب ايمانويل امونيكي من مقامته الكبيره وتيجي تقول لي اصل بعد ماتشين او لسه خايفين من ايه دي؟ خايفين من الهبوط يعني؟ خايفين من الهبوط. فاعتقد انه كان في اتفاق مسبق من غير ما نعرف مع كابتن ايهاب بانه يجي بشراكه ما، الله اعلم ايه اللي كان. انا زنة طبعا، لكن الحقيقه برضه لازم ادي لكل واحد حقه، اللي هو محمد عبد السلام عارف قيمته وعارف قدره، وراجل قال لا انا عايز يعني يكون معانا عشان عايز اطور النادي في كل شيء من اي تو زد، يعني من القطاعات مش قطاع الناشئين، لا الفريق الاول كمان في كل حاجه في النادي وفي مشروع افريقيا، وكان في كذا مشروع ماشيين فيه لغايه ما جه موضوع شركه المقاصه الجديده غيروا الناس،
وقال لك مش عايزين نشاط رياضي، لكن هو احتفظ قال لي لا يكون موجود، احترمنا ده وقعد. لما قعد ما خدش راتب ولا شهر. لمده 8 اشهر تقريبا. هو خد اللي هو مقابل تقرير عاد اول شهر، وبعد كده ما خدش حاجه خالص. تمام. اخد 5000 دولار مره، الحقيقه الراجل كان بيدفع من جيبه اللي هو محمد عبد السلام، ومره 2000 دولار ومره 1200 دولار، يعني كله على بعضه حوالي 8250 دولار طوال 8 شهور. فحتى ما حدش فيهم سال انت قاعد بتاكل بتشرب بتعمل ما ده كان برضو انا بلومهم بعشم. انتوا ناس محترمين طول عمر مقصر، ناس محترمه، ايه اللي حصل لكم؟ هل الازمه الماليه اضطريتكم انكم تطغوا على راجل انتوا جبتوه عشان يتحط في موقف حتى مفيش تليفون عامل ايه؟ طبعا ده زعله جدا واهانه كتير، لكن في الاخر طبعا اضطريت اتكلم اللي هو محمد عبد السلام، والراجل الحقيقه كان مش عايز اقول غير ان هو مش عارف يعني موقفه صعب. لكن في الاخر قلت له انا اسف، طب نحاول ندي، فقعدنا نتكلم مع احد المسؤولين في النادي، خفضنا المديونيه ب 120,000 دولار، نزلناها شويه 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 لغايه 85,000 دولار. طب نيجي ننفذ، اصل بعيش دلوقتي ممكن ادفع 3 شهور، طب بعدين نقدر نجدولها. فوجئت تاني يوم بيغيروا الكلام، طب ال3 شهور دول ممكن يعملهم من شهر ونص، بعد كده من شهر، الموضوع تسويف يعني. وصل لفين في الاخر؟ في الاخر قلت له انا اسف يا جماعه، انا مضطر روح للفيفا. للفيفا. اعتقد هم كانوا معتقدين ان الفيفا هتاخدها 6 7 شهور لغايه ما الامور تتحل يعني. لكن الحقيقه كان في 48 ساعه جه القرار. انا علاقتي، انا راجل معتمد في الفيفا ومحامي، دي شغلتي يعني. فجه القرار بانه منحهم فرصه لغايه 14/9 انه تحل المشكله، واذا كان عندكم اي ردود. وما كانش عنده طبعا، الناس محترمه في الحته دي، هم حقانين. ايوه. حقيقي هم قالوا لا بالمبلغ، لا مظبوط. طب نقدر نحل الموضوع، فقعدوا معانا. ووصلنا لحل يقدروا يستددوا نص المبلغ دلوقتي والباقي بشيك يوم 30/10. ايوه ده اللي قالوه معايا من شويه فعلا. ده حقيقة. حصل بالفعل، ده حصل. وانا مقدر ده لان حب فيهم. سواء اللي هو محمد عبد السلام، سواء كابتن الوليد، من الناس المحترمين قوي. اللي هو بكري، لا ناس مش بنلومهم اكتر ما بنقولهم انا عملت اللي عليا، ما اقدرش اعمل كده. ايوه مستر ايمانويل، قبل ما اطلع لفاصل، هل تؤمن ان النتائج الايجابيه اللي محققها مصر للمقصة في فترة ما بعد التوقف مخلياه يعني يعدي مراكز كتيرة في جدول الترتيب، انت ليك يد فيها كمدرب خاض فترة التوقف مع اللاعبين؟ أعتقد حين جئت إلى المقاصة لا يجب أن ننسى أن المقاصة كان في ذيل قائمة الفريق، كانوا لم تكن هناك ثقة لدى اللاعبين في أنفسهم. أذكر أول مباراة لعبناها في الإسكندرية وكانت مباراة سموحة، ذهبت لأرى ولكني أسهمت مع كابتن جمال عمر. ذهبت إلى التدريب، وأعتقد أن في هذه المباراة اللاعبون تمكنوا من يحترموا النظام والتكتيك. تعادلنا ولعبنا بعد ذلك مع الانتاج الحربي في المقولة العربية، وتعادلنا 1-1. حين تأخذ فريقا مهددا بالهبوط، فإن طبعا معنويات اللاعبين تكون منخفضة جدا، وأنت بحاجة إلى وقت لتحفيز اللاعبين وإلى تهيئتهم، ونحن بحاجة الوقت إلى وضع فلسفتك في رؤوسهم. ولكن لسوء الحظ لم تتح لي هذه الفرصة، وقد شعرت بالإحباط من سلوك وتصرفات. أنا أحترم رئيس المقاصة وأقدره وأثمن مواقفه، ويسعدني أن المقاصة الآن يؤدون بشكل جيد في الدوري، وأن اللاعبين محمد إبراهيم على سبيل المثال، أذكر حين جئت إلى هنا لم يكن يلعب، ناديته وقلت له يا كابتن أنت لاعب جيد جدا، ولكن لابد أن تعمل بجد، تشتغل على نفسك، إذا لم وإلا لن تكون لاعبا ما جيدا. ويسعدني اليوم أراه وهو يلعب وأنه يؤدي بشكل جيد، وأن هناك نادي آخر يحاول أن يشتري. إذا مسؤوليتي كمدرب هو أن أحفز لاعبين حتى يكونوا أفضل اللاعبين. المقاصة هذا ما أحترم قرارهم، لكن بالنسبة لي لم يغير شيء فيه، لم يغير أي شيء في كمدرب قبل أن أتي إلى المقاصة، وسأواصل طبعا دفع نفسي إلى الأمام. لست مسؤولية لكنها مسؤولية يا كابتن هاني. تجربة عطلتك أكيد،
عن تحقيق، حتى وان كان في خلالها كان في مرحله كورونا، لكن اكيد عطلتك عن طموح معين كنت عايز تحققه، مش كده؟ Of course. I really want to achieve. I really كانت لدي طموح اود ان ادرب. اشعر بانني استطيع ان ادرب لاني في مصر لدي علاقات جيده. This is where I play. وهنا لعب والكل يعرفني. وبعد ان تكون لديك فرصه ان تدرب اعتقد ولا زلت اعتقد واؤمن باني ساحقق هنا شيئا، سواء كانوا يعتقدون بذلك انني احترم الجميع، ولكن اذا اتيحت لي الفرصه فاعرف ماذا ساتي وماذا سافعل في المباراه. اللاعبون الذين دربتهم هم اللاعبون الذين يتحدثون عن المدرب If he's not a good coach, Emmanuel. I don't need to praise myself. I'm not a coach, but I'm somebody. أنا شخص the way I play my football is the way I coach. الطريقة التي ألعب بها الكرة هي اللعبة التي أدرب بها. Today we have players from Nigeria. Who plays Victor Osimhen that plays for Napoli? يلعبون في نابولي. All these players are trained. We pick them from the street. جئت بهم من الشوارع. لم يلعبوا في الدوري. So I know when I see a good player, I know what we can do. أعرف ماذا أستطيع أن أفعله معه. وأننا بحاجة فقط إلى الوقت وإلى الصبر. يا كابتن هاني. First, I will say, let me be honest. I will say thank you to my coach. أود أن أقول للمقص شكرا جزيلا. They don't give me the opportunity to coach them. هم لم يعطوني الفرص. اللاعبون يعرفونني من خلال التدريب. أود أن أشكرهم. لسوء الحظ لدينا أن نذهب إلى هذا المدرب، ولكني أشكرهم كثيرا. بعد الفاصل نكمل مع مستر إيمانويل أمونيكي والأستاذ أحمد عباس في الدقائق المتبقية من الماتش، لكن عايز أقول لكم حاجة. امبارح بعد قصة أري بابل ودخوله معنا على الهواء مباشرة وحكى الشكاوى اللي اشتكاها من التعامل اللي تم من مسؤولي الزمالك معاه فيما يخص توقيع العقود وعدم تقاضي الأموال من ساعتها من 3 أشهر، رئيس الزمالك رد على الموضوع من شوية من خلال قناة الزمالك وقال إنه مش هيصرح بأي حاجة تخص أري بابل، لكن ما يطلبه من اللاعب دلوقتي الهدوء وانتظار المدير الفني الجديد لتحديد الموقف والرد على اللاعب، وبيطالبه فقط بالهدوء. بيقول إن كانت المشكلة إن اللاعب عنده 3 وكلاء وده كان معطل أو مبوظ التعامل شوية في المرحلة الماضية. بعد الفاصل نكمل معاكم، خليكم معنا. أهلا بكم مرة تانية. ريال مدريد بدأ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني بالتعادل أمام ريال سوسيداد في أنويتا، ملعب الأنويتا، بدون أهداف. بداية صعبة جدا لريال مدريد، خصوصا أن رونالد كومان وفريقه أكيد قاعدين مستنيين برشلونة اللي ممكن يعملوه ردا على التعادل السلبي النهاردة لريال مدريد. لكن لسه منورني إيمانويل أمونيكي وكابتن أحمد عباس. قبل ما أروح للزمالك عايز أسألك سؤال عن الزمالك، لك عن برشلونة. رونالد كومان تتوقع أنه يحقق نجاحات مع برشلونة بعد الموسم الكارثي اللي فات؟ It's a good one for Ronald Koeman. هو طبعا جيد، أمر جيد. رونالد كومان ليس جديدا، لعب في برشلونة. And during when I was there, وحين كنت هناك لاعبا، he was part of the backroom. كان جزءا من الفريق. He has been in Valencia as a coach. من فريق التدريب، وكان في فالنسيا، وكان مدرب أيضا في إيفرتون، وكذلك في المدرب أو في المنتخب الهولندي قبل أن يأتي إلى هنا. لدي تجربة في التدريب طويلة، ولكن في برشلونة عدد اللاعبين ونوعية اللاعبين التي تحتاج إليهم لكي يكون لديك فريق قوي لابد أن تكون لديك راحة. المشكلة هنا هي أي فريق يسمح لفريقه بأن يأتي إلى برشلونة. ليست كل الفرق تريد ذلك، ولكن ميسي يبقى وهذه ميزة كبيرة له في الفريق. وأمل أن شواريز أيضا سوف يبقى، لأن أعتقد أن حاجة إلى لاعبين مثل شواريز، والواقع يبقى ونأمل أن يأتي كومان وأن يحقق نجاحا مع برشلونة. المباراة اللي جاية لبرشلونة تكون مع بيا ريال يوم الأحد المقبل بإذن الله. أستاذ أحمد عباس، قبل الختام كلمة تحب تقولها للمسؤولي المقصة بعد ما المشكلة قربت على الانتهاء وبعد المشكله بشكل عام، وكلمه تقولها لمسؤولي الزمالك بما انك خاطبتهم بخصوص مستر ايمانويل. للمقاصه لازم تعرفوا ان احنا بنحبكم واحنا بنحترمكم جدا، مقدرين الظروف اللي انتوا فيها الماديه، لكن انتوا عارفين وانتوا كمان اعتذرتونا واعتذرتونا، لكن ارجو
زي ما كانت علاقتنا طيبه، وانا عارف علاقتنا طيبه باستمرار مع الناس. نتمنى لكم التوفيق، وانا فرحانين ان نادي المقاصه مستمر. نادي الزمالك ابنكم معاكم، ما تفكروش بره يا جماعه. انا بتكلم كذا يعني، انا عارف انا بحب الزمالك وعايز، انا شايف الصوره من بعيد. تروح بره ابنك معاك ونجم. تمام مستر ايمانويل، من خلال متابعتك للكره المصريه في الفتره اللي فاتت، ده السؤال الاخير، مين افضل اللاعبين اللي شايفهم في الانديه المختلفه؟ بالنسبة لي أود أن أتحدث عن اللاعبين الجدد. نتحدث عن الأهلي والزمالك وبيراميدز، فلديهم فرق جيدة، ولكن هناك فرق مثل أسوان وكذلك طلائع الجيش. اللاعب أسوان لاعب الذي يلعب في الناحية اليسرى، هو لاعب جيد جدا. وينجر الجناح كريم طارق، كريم طارق لاعب منتخب، انضم للمنتخب مؤخرا، هو لاعب جيد جدا. نتحدث عن أسوان، لديك في لاعب في خط الوسط مرسي، مرسي لاعب جيد جدا في نص الملعب، هو أيضا لاعب جيد جدا. في الزمالك لديك بن شرقي وأوباما، وهو لاعب جيد أيضا، وكذلك عبد الله جمعة اللاعب الأيسر، المدافع الأيسر عبد الله جمعة، والكابتن الذي كان يلعب كابتن الزمالك طارق حامد. لديك فريق جيد، وكذلك الأهلي أيضا لديك لاعبون جيدون، لديك متوسط ولاعب وسط ومهاجم. السنغال أليو باجي، أليو باجي هو لاعب أيضا جيد، فيري فيري جود بلاير أليو باجي، أليو باجي لاعب جيد جدا. نعم هو بحاجة إلى وقت كي يتعايش مع الفريق وكي يتكيف، لكنه لاعب جيد جدا. استاذ احمد عباس بشكرك شكرا جزيلا، كالعاده نورتني بوجودك معايا. سعيد بيك جدا يعني والله، ودايما تسعدنا في لقاءاتك وشكرا جدا. نورتنا مستر ايمانويل امونيكي صديقي العزيز، اسطوره نيجيريا والزمالك، نورتنا ودايما بنسعد بوجودك معانا. ثانك يو فيري ماتش، شكرا جزيلا ويسرني ذلك، شكرا لك. شكرا لكم، نورتونا النهارده زي كل يوم في الماتش. بكره باذن الله لقاء جديد الساعه 11 على صدى البلد. تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت، الى اللقاء.